سلام بقى ناس كديري، لاباس عليكم؟ كل تكونوا بخير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو جديد نهار في كالعاده. وكتشوفوا هاد البلاد دابا راه حنا في الكوزينه، انا ما نجيبوش فلوسي داكشي جمعوا با اولي شكيب بابا الدوزيام انه دري شحال دري 14 درهم اونس. كنحكوا معاك راها اشيش راها زي على داك اونس. زي على داك اونس. ثانك يو. خرجتي معنا راه هبطت معاك ملي كتبان ملي ماشي خفيه. ماشي كاميرا خفيه، كاميرا باينه. لا قبلو كانوا واحد بعض في السطور كنا دايرين الاولى، كنا نقول نتفدو نتفرجو في الكاميرا الخفيه اللي حنا عارفين اما كاميرا ما خفيه. هذه ديال الماء عرفتي جيت نبدا لكم فيديو ما خلاونيش. واش الفيديو في هذا الوقت هذا؟ قولي انا جاب ربي. شكون اللي خلى الباب في السبيطار محلول؟ راه حنا خرجنا راه كيقلبوا علينا. ما صحابكوش بويا عمرها محلول كذا خليتوه محلول اخويا. بدلو بلا حدايا الرز طالع، ولكن دابا تخيروا علي صوب لا الشعر. ها تبارك الله جا بزاف، ولكن واخا هكاك ملي كنصوبو الشعر كيبقى داك الزغيبه طالعين. المهم البنات بغيت نهضر معاكم في واحد الموضوع اللي دارني في راسي. 15 نتاع هادي اتخرجي عاوتاني عجبان يلا وسيري جيبي لي حتى انا معاك قسم بالله ما غنكفيش صافي. غير 20 درهم عطيتها لك جبتي لي بها 10 درهم بالزريعه. عطيتيني 10 درهم خليتي 20 درهم تزيد 10 درهم زيد شوفي 20 على الفلوس ماشي كي ما تبقى لا اخوات. جوج درابيل حنا غير 50 درهم. ها تالا تا انا جبت لي رايبي جوج. علاش تا انا جبت رايبي 20 درهم؟ ايوا واش هادشي لا هادي جوج وهادي ديال من واحد ديال ب 50 هادي بلي جوج. اها وهادي شاطه الاخوان هادي هي الضربه. جبتي لي معاك هاد الدنيا واش اللي كنت جبت ثلاثه ما غادي شكرا لي شحال فيها هاد الهضره حنا شيرت 37 لا وركزوا لي على البورتوفا بورتوفا فوسط بورتوفا بورتوفا تمشات ولكن كنت زبالة صافي رمي الزبل. كانت زوينة كانت زوينة من 1900 قلت لها في العام المسيرة كانت عندها غير ملي مشينا لمراكش جبتها لها امي من مراكش. شتي معلا جبتها لي امي من مراكش البنتي باش غادي نهضر معكم في واحد الموضوع اللي برزت معايا هاد الايام. فوقاش انا لاحظت هادشي وفوقاش ركزت عليه. انا ديجا شفت داكشي ولكن ميكس زعما درت عين ميكا وصافي بامكاني ندير بزاف د الحوايج ولكن ميكس قلت خلي عادي. ولكن فوقاش انا ركزت عليه نهار درت البيبليسيتي لداك البروجي الصغير ديالي قلت لكم غادي نخلي لكم نيميرو في الشاشه وداكشي. بزاف الناس ما شاء الله دخلوا عندي واحد الكم هائل ديال الناس شكرا لهم بزاف اللي كنبغي نشكرهم. كنقرا الاوديو ديالهم واحد بواحد ومنين كنقرا الاوديو ديال شي وحده ولا الميساج ديال شي وحده كنلقاها كتقول لي راني جيت عندك من الفيسبوك ودخلت عندك من الفيسبوك ولقيت نمرتك في الفيسبوك. انا بقيت كنقول مع راسي انا داك الفيديو حاطاه انا غير في اليوتيوب ما حطيتش في الفيسبوك. يعني انا عندي واحد القناه في اليوتيوب ما حطيتهاش في الفيسبوك ولا عندي شي باج فيسبوك. يعني هنا اكتشفت ان كاينين الناس اللي كتبعني في الفيسبوك وبزاف واحد العدد واحد الكم هائل.
كتبع داك لاباج فيسبوك. كاينه واحد لاباج فيسبوك اللي دايره الاسم ديالنا ومهم باج فيسبوك باختصار. هذيك لاباج ماشي ديالنا وماشي حنا نهائيا ماشي حنا. المهم انا فكرت وقررت ان كاينين الناس صحاب نجمة ستة بزاف الحوايج اللي ولا كاع الناس اللي عندهم ويفي في الدار وعندهم كونيكسيون ولكن كيتبعوا الفيسبوك اكثر. انا غادي نخلي لكم لوليان ديال لاباج ديالي اوفيسيال، راه دايره يسرى ستيل اوفيسيال. غادي نخلي لكم السكرين ديالها هنا وغادي نخلي لكم لوليان ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. هذيك هي لاباج ديالي واللي غادي تبقاو تلقاو الفيديوهات، اي فيديو غتلقاوه من هنا الفوق. وشي باج اخرى راه ما عنديش وماشي ديالي. وهاد لاباج راه من شحال هادوية خدامة بهاد الفيديوهات ديالنا. وهادي راه سارقة سارقة، هادي راه تخيلي واحد انه كاين ودي يخدم ويدير فيديو وبالتالي ياخذوا لك ويحطوا في قناته في الباج ديالو في فيسبوك، راه لا يعقل. المهم انا درت باج في فيسبوك ديالي وغادي نخلي لكم لوليان باش تدخلوا ديريكت، غير بركوا على لوليان غتدخلوا. ولا كاع الا بغيتوا تمشيو تكتبوا يسرى ستيل اوفيسيال وغادي تلقاو كاع الفيديوهات ديالي نهار بنهار، فيديو فيديو واللايفات كاملين، يعني غتلقاو كلشي ان شاء الله. باش غادي نحاربوا حنا داكشي لانه لا يعقل ان واحد كيخدم الفيديوهات ديالك. انا كنضرب تماره هو كياخذ اكثر مني ولا كي. المهم يعني داكشي اونتر بارونتيز خليه هكاك وصافي. وهذا مكان البنات وموضوع في شكل هذا. والله العظيم زعما انا كنشوف انسان كيبقى يستغل الفيديوهات ديالك ويحطهم، انا ما تجينيش هاد الفكره نهائيا نديرها. المهم جينا دابا الكوزينه باش غادي نخدمو. انا غادي ندير الكومين بالبيشاميل. ياس احنا في الساعات الاخيره ديما معطلين، تقطع علينا الماء. الباكيت بالبيشاميل تاع معاهم بسيبي نوار تاع الشوف الصيف هذا البرد. شوفوا انا هي اللي كنعمل، ما كاين غير كيمونو في الكوزينه ولكن عرفتي زوين خصوصا في الاجواء تاع رمضان كيجي زوين الكيمونو. وهات اللون هذا الكري والبيض عرفتو غزال بزاف كيحمق وخفيف، يعني كيصلح لهاد الاوقات الصيف كلشي زوين. وتكيتو عليا بزاف صافي. فهاد الساعات الاخيره انا كيجيني العطش والجوع والعيا واستخفوا وخصنا غير نجلس. قال لي الطبيب بقيت جلسي فهاد الدقائق حتى هي فهمتي. كنشوفي شنو قال لي الطبيب. انا جاوبك الطبيب ولا الطبيب خصو الطبيب. مزال انا درت العصير وطحله. فاش طحله قالت يا ربي كيف كان حلام كي عشان بلا عرفت فاش قالت كي طحله يا ربي يا بنفيق يا بنفيق اللي شوف هذيك اللي درت صحري. الحمد لله عاد تقتلني واحد هذا اللي غيفيقني عند الاصل من شفتك يا
انا غادي نلبس الرمجه واخا هي ما غاتمشيش نشوف كيفاش ولا ولي شفت الثلاجه كي دايره يا ربي كنت كنت كلش على داك يا ربي كوك والله اللي تبني في كوك الحلم شي بطه صغيره انا غادي نتصحر كنت قلت لهم ملي قلت لا اليوم غنبات على بري الا كان الماء قلت لهم اصحاب الماء ما كاينش الثلاجه قلت لهم ولا ولا ما دارت ما كاينش اليوم غنبات على بري قالت لي اخيتي الصاد لا قلت لها مصطاب اخيتي الصاد في الدار اللي كيتسول على كيفاش كيدوز الفطور عندنا هذه هي حالتنا الهبالة زوينه في الكوزينه مع فاطمه الزهراء هي كتكلفنا دابا بالعاصره الايام راه دايره لنا عاصره الزيت وكبات في الثلاجه مشيت بيها بعدا دوشي شحال يديها والارض كامله عاصر وزيد تكملت دوشت الثلاجه كنحلف ولكن كاين البركه عرفتي الصاب كانت تزور ديك اللقطه ديال يا ربي كوني كنحلم ورا ما يمكنش وهاد بيشامي ما تقالاتش ها مالا دايرة المهم هنا اللي كنصوب بيشامي باكيت شوفوا ما بقالنا والو بقالنا شحال شي ربع ساعة من المغرب حنا سالينا عاد بدينا متأخرين ربع ساعة بدينا تخوطو كتبدل دينا خمسة مرة كندوش يلا سير دوشي ها كانت باقية تمني بدينا كانت باقية ما جوج سلوك هاي على الأولى تبارك الله عليك شوفوا في التالي درنا هاد الشيء هذا درنا هنايا هاد الطاجين هذا فيه مطيشة وشنو لبنا مطيشة وشنو كروبيت فيه الخبز مزيان الكروبيت اللي شاط ودرت عليه الفرماج الكروبيت اللي شاطي من البيتزا ولي يعني الكروبيت اللي شاطها من البيتزا ولي كيش درت به طويجين ما تضيعوش ها فكره زوينه هذه هنا كاينين لي كيش الكروبيت حتى هما كانوا بقاو لنا من المره اللي فاتت ودرناهم هذه المره شوفوا ارتو باينه في الولده هنا كاينه الشباكيه جبتها صيفطتها لنا عمتي اسيه الله يخلف عليها وحتى السلو ديالها الله يخلف عليها هنا البيض سلوق التميرات هنايا ميني بيتزا حتى هي بالخبز صافي لا ما تخافيش هنايا الحريره الحريره كيديروا غير شويه حيت حنا ما كنشربوش الحريره هل فهمتوا وصافي العصير خلاص راه في الثلاجه مازال عندي داك سميتهم يا ربي الاهل الباكيت بالبيشاميل درتو الفران دابا غادي نمشي نجبدو المهم شوفو كيفاش كيجي انا بعدا كيعجبني المذاق زوين بصحة فطوركم المهم حنا مجموعين دابا على الطبيلة كنتسناو الاذان مبقى والو بقات شي خمسة دقايق بحال هكاك كلشي واجد صافي زين لا زين بالفول ولا لا زين بالغزالة مع المغرب مع ويه كتوجد راسها طيب عيات نسقرها زعما تسقر باش ت لا والو هي عندها الموعد قال في تخافي الموعد مين تسقر في الموعد وفي الموعد حتى كتهبل حتى كتجي لبنى باش تاكل صدقه الخبز وهي كتبدا كل فطور كل غدا كل عشاء ايوا الحمد لله شويه الصبر داكشي اللي كاين الوالدين لا دام شويه الصبر امين الصراحه الوالدين اللي كيسهروا على وليداتهم ممكن يكونوا وليداتهم يسمح لهم وصافي اللي كاين حتى التربيه ماشي سهله حتى حاجه ما سهله ايوا لبنى ايوا يا لولو 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 يا لولو فاطمه الزهراء تاهي فاطمه الزهراء دخل الدوش الجن فروحة العائلة هي هذي تبقت خمسة دقائق ولا ما فهمت من قبيلة وهي جالسة كتفلى تبقت خمسة دقائق عرفتي قبيلة قالت لها لبنى ما درتش الماء يبرد في الثلاجة اليوم غنباتو في السنقة قالت لها اختي الصاد في الدار اختي الصاد في الدار دابا الحال بارد ما نحتاجوش الماء يعني عجباتها سلكاتها سلكاتها الصاد في الدار نيت الله يسخر والعصر اللي عطات
والعصير هو كيتطرق له يا ربي ربي يكون كنحلف نفسي واحد الاجواء فاش كاين في الكوزينه. المهم مابقى والو في المغرب الدنيا كتصفر على برا. يلا جري 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 سير 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 الله اكبر كبيره هي كتودن. بسم الله بسم الله كثيره يا بسم الله. يلا المهم انا غادي نفطر انا نرجع لكم نتلاقاو بعد الفطور. بسم الله كاينه فاطمه زهره في الحمام قدنا كتودن زعما راه حنا ما كنسمعوهاش. بسم الله ابنتي الدعاء الصحيح هو ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هذا هو الدعاء الصحيح احسن من اللهم لك اسلمت وعلى رزقك افطرت. بسم الله اش بغاتني انا حقو هذا لهم اصلا حمرا هما لونهم محمر وزادوا شويه حمرا ما كانوش محمرين غير هما سمر الكحول هما سمر ايه بس. المهم البنات جينا للبيت باش غادي نصوب لبنه المكياج بحكم زعما ما خاص تقولش السلام المهم البنات بدي معاهم فيديو من الصباح زين درت معايا زعما شنو نقول لكم الروينه اش هضر السيده اش هضر تقول السلام عليكم المهم جبتها لهنا باش ترضعها المكياج مزيان هذا المكياج كنديروا لها حيت غادي ندير واحد الفيديو غادي نقول لكم خطير غادي تلقاو عند اسره مغربيه فيديو من نوع اخر حتى هو زوين بزاف وغادي تلقاو عندي انا فيديو ان شاء الله غدا دابا هذا نحط لكم دابا وغدا ان شاء الله غتلقاو واحد الفيديو مؤثر بزاف عندنا لكم واحد المفاجاه ان شاء الله حتى غدا وغادي تعرفوا شنو كاين واحد واحد الامر عند البنات كيديروا نجيهم ومسبب لهم حساسيه بزاف بغاو يواجهوا هذا الامر يواجهوه نيشان امام الامر الواقع واختاروا له الحل وما بغاو داروا له الحل من عندهم ما كانش تاثير مني ولا تدخل مني تقترح عليا انا قبلته عجبني وقبلته ولكن كان هذاك هو الاختيار ديالهم في الحل اللي غادي يداويهم من واحد الحاجه كتزعجهم وكتحسسهم بالنقص. المهم غادي يكون عطيكم واحد الحماس باش تمشيو تفرجوا فيه باقي ما صورناش لكن انا من داخل ديالي متاثره وخايفه منه واحد الحاجه جديده غادي نعيشها حتى انا ما عرفتش غادي نجربها غادي نجربها موقف غادي نجربه وامر كنعاني منه حتى انا عندنا هاد الحاجه مشتركه بيناتنا بثلاثه حتى انا راه عندي معاناه في هذا الشيء داكشي علاش مأثر فيا. المهم غادي تشوفوا فيديو انت فاهماني وانا فاهمك يعني احنا بجوجنا كنمروا تقريبا من ثلاثة بينا ثلاثة بينا كنمروا من نفس الحاجه هو المهم شوف المهم داكشي في الفيديو صافي هذا ما كان يا ربي قدرنا على داك الفيديو صعيب ولا صعيب اش تخشي يا بنتك شنو مكتوبه في هذيك جمعية شنو؟ رعاية لا اختي سمحي لي وبدلي ديما الكحل بدلي اختي بدلي بدلي عافاك داك الكحل عافاك ما لبستيش الزرق شنو ديري؟ ديري اي لون ما ديريش الكحل عافاك وجي الله ديري الكحل مارو ديري مارو والله ما كنجي كنجي بحال اللي اختي ديري شي لون لا 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 يسرى 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 ما تسلميش صافي زعما وعشرة ديما تنجبد داك الكحل كتخري علي كتخري حل حلين صافي باي
كنظن نخلي لك الشرطه غير هكا صافي بان لا 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 راسوس وا صافي فاطمة الزهراء خصني الاختيارات ديالي اللي بغيت عاوتاني انا ولا اللي بغيت انا زوينه هذه الحجره هذه وصافي بركة المهم هي دارت الشرطة يلا المهم بركة شوفي شوفي جاتها ناضية صراحة كيجي معاك الكحل جاتك زوينة وعرفتي درتي واحد اللقطة خطيرة انت انا نوريها لك غنصدق اللون شوفي راني كندير مكياج هذا راه مكياجي انا عندي مكياج كتعاني الحبيبه ديريها لهاي كتعاني معايا شو شنو هاد اللقطه اللي دارت خربينه خلاص مامي خلي ماما باش تولي زوينه ما تخلعكش هادشي كامل غاليك شوفي جاتك ناضي جيتي فنه كتحمقي صافي